يلا حبايبي صلوا على النبي، تعالوا بقى نبدأ الحصة. أوكي، بص كده، هنتكلم النهاردة عن حل الليميتس الجبريكلي. دي أول حصة أنا هشرحها، مش أول حصة في المنهج، خلاص؟ طيب، الموضوع مش صعب خالص، بس أنا مش هكدب عليك، أنا مأفور شوية في مستوى المسائل. الليفل بتاعي السنة دي زي ما قلت في الانترودكشن مختلف قوي، اصعب بكتير عن السنين اللي فاتت. ده معناه ان احنا هنستمتع اكتر، فانا مش عايزك تقلق تقول يا ده ليفل صعب. بص، لما يقف قدامك مسائل كتير ما تخافش، اعرف ان انت كده بتتعلم صح. اوكي، طيب ممكن ناخد نفس عميق كده ونبدأ. النهاردة حبايبي هناخد حاجة اسمها ليميت الجبريكلي. تعالى افهمك الموضوع، بسيط قوي. ها يعني مشاكله كتير بس هو بسيط. استاذنك تركز، كلمه لم هي اختصار ليميت، قال يعني الاي تي لو كانت اتكتبت كانت هي دي اللي هتعمل ازمه في المساحه. ها بس هو خلاص، يعني في الماثيماتكس ده اكسبريشن مشهور، لم دي اختصار كلمه ليميت. بتتقري ازاي لو عايز تتكلم؟ يعني ليميت ده حاجة فيها x، function of x لما ال x tends to 1. يعني ايه ال x سهم ال 1؟ يعني tends، تقترب. بص يا كابتن، دي كده حبيب قلبي اسمها function. يعني انا ممكن اقول لك ان دي f of x بكام؟ ب x square اقراها، minus x plus 5. يعني ده بيساوي limit لما ال x tends to 1 ليميت ال f of x، ليميت ال f of x لما ال x tends to 1. ما هي ال f of x هو ده، ما فرقتش. يعني اللي انا بقوله ده مش شرح اصلا، خلاص. طيب هناخد النهارده ازاي احسب الليميت دي. احسب الليميت دي يعني احسب ليميت، هفهمك يعني ايه ليميت اصلا، هفهمك. اسمع، خلاص انت كده فهمت دي، بس مش فارقه دلوقتي. طيب شايف الفانكشن دي الحاجه اللي فيها x؟ انا عايز اعرف لما الاكس بتقرب من الواحد، يعني الاكس بون، لا بتقرب من الون، ده بيقرب من كام؟ مش فاهم برضو، هفهمك لحظة كده، عوض، حط الاكس دي بون والاكس دي بون واحسب ده 1 سكوير ب 1 ماينس 1 بلس 5 هيطلع 5. احسبها على الكالكليتر. ايه ده، هي دي الاجابه؟ هو ده الدرس. استنى بقى، ده في حوار، انا مهم عندي تفهم. انا ما بقولش الاكس بتساوي 1 عشان اعوض، مع اني عوضت وده الصح. يعني لو جات لي حاجه زي كده في الامتحان مش هتيجي اصلا زي كده، بس بقول لك يعني. ها ليه؟ هفهمك. هو عايز يعرف، بص بلاش لما الاكس تقرب، لو كانت الاكس اكزاكتلي 1، لو كانت الاكس فعلا ب 1 كان ده هيبقى 5. فلو الاكس قربت قوي 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 من ال 1، يعني رقم قريب جدا من ال 1، واحد يقول لك ايوه يعني 1.5 قريب. يا بص كده، لما اجي اقول لك اكس tends to 1 تقترب من ال 1، يعني الاكس مثلا بكام؟ واحد يقول لي 1.5، لا 1.1، لا برضو ده كده مش قريب، 1.0001 مثلا، ده كده رقم قريب من ال 1. تاني ممكن يقول لي ايه؟ الاكس بتساوي تقريبا 0.9999، ده رقم قريب من 1 شويه. لو زودت 2.9 كمان يبقى اقرب اكتر، كمان شويه يبقى قريب جدا. افهم تاني، دي مش معناها الاكس بتساوي واحد، معناها الاكس بتقرب فشخ من الواحد. انا هديك مثال حلو قوي، بص كده، عايزك تتخيل ان هنا في حيطه، وانا عمال اقرب 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 من الحيطه بس عمري ما المسها، بس خلاص ناقص لي وهلمسها بس عمري ما المسها. ده معنى الليميت يا اصدقائي. الليميت هو بيسألك لو الاكس قربت قوي من الواحد ده
هيقرب قوي من الكام. طبعا لو الاكس بواحد ده بكام؟ بفايف. يبقى بديهيات، لما الاكس تقرب من الوان اكيد ده هيقرب من الفايف. سبحان الله، ما اذا كان هو لما الاكس اكزاكتلي وان هتبقى وان، دي اللي هي الفانكشن هتبقى فايف، فخلاص يبقى هو ده الليمت عادي. امال فين الدرس بقى؟ ما انا هفهمك، ما هو بيظهر شويه مشاكل بعد شويه، بس عايزك تركز معايا. بص كده، طب لو انا كتبت اكس ايكوال 1 ده مش صح، ده غلط كده، الاكس مستحيل تساوي واحد. مستر طب ما انت كاتب ان ده بفايف، مع ان ده برضو مش هيساوي فايف لانها هي عمرها ما هتساوي واحد، فده عمره ما هيساوي فايف. ما هو انا مش معنى كده ان ده بيساوي فايف، ده الليمت بفايف. افهم تاني، بص هفهمك. لو الاكس بواحد، لو الاكس اكزاكتلي 1 ده اكزاكتلي 5، اه بس انا مش كاتب ان ده بيساوي 5، انا كاتب ان ليميت ده لما الاكس هتقرب من الواحد ب 5. دي معناها ايه بقى لو هنتكلم بالعاميه اللغه اللي ها؟ ده معناه ان لما الاكس تقرب قوي من ال 1 ده يقرب قوي من الفايف. حد فاهم حاجة؟ طيب بس عشان ما تلخبطش لحظة، يبقى انت كده يا مستر عايز تقول ان هنا الاكس مش بوان، وان ده مش بفايف، لكن دي اكس تندس تو وان، وده الليمت بتاعته فايف. اه مع ان لو الاكس بوان هو وصل للفايف، ايوه ده لو الاكس وصلت للوان، ايوه بس ده مش معنى الليمت. الليمت معناها الاقتراب فقط. ممكن واحد يحس اللحظة يقول لي يا مستر انا مش حاسس ان في حاجة مهمة يعني، طب وانا ليه بحسب ليمت طالما كده كده هو هيوصل؟ ما هو مش هيوصل. بص بقى، صلى على النبي، عشان تفهم معنى الليمت الحقيقي وتقدر تستمتع بيه استنى شوية، مش هتفهمه في الحصة دي ولا الجاية ولا الجاية، لان احنا هنا الدرس ده بيتكلم عن الليمت الجبريكلي. لما نيجي ناخد الليميتس جرافيكلي هنفهم بقى، هنشوف الرسمة ونفهم. اوكي طيب، عشان بس ابدا اشرح، احنا كده وصلنا يعني، تعالى هنا مثلا، تعالى هنا عشان دي اسهل. اوكي هنا هو بيقول لك ليميت ده لما الاكس بتقرب من التو، يعني الاكس مش بتو، لا بتقرب تندس تو 2. شيل الاكس دي وحط 2، 2 سكوير ب 4 ماينس 4 يبقى 0 عادي عادي. لما الاكس هتقرب من 2 ده هيقرب من 0، عشان انا كاتب اهو ليميت ده لما الاكس تقرب من 2 0، الليميت 0. النهايه، ما هو ليميت يعني نهايه، النهايه 0، الاكس عمرها ما توصل لل 2 وده عمره ما هيوصل لل 0، انا بتكلم عن النهايه. طب لو الاكس وصلت ل 2 هتلاقي فعلا ده ب 0، ما انا معوض اصلا، بس هو انا هنا مش بقول كده، انا بقول ان النهايه 0، يوصل ما يوصلش هو على فكره هيوصل، بس دي حاجه بره عنك. انا مالي، انا بجيب الليمت النهايه، نهايه بتاعني اقتراب، اقتراب فشخ يعني، انا بقترب بس. اوكي طيب بص بقى يا باشا، اللي هيفهم الحته دي خلاص هنبدا الدرس عادي. الليمت كيسز لما باجي احسبها في 3 احتمالات، كام احتمال؟ ها 3. اول احتمال ان اجي اعوض عادي يطلع نمبر وكده الليمت موجوده. تاني احتمال ان اجي اعوض يطلع فوق نمبر تحت زيرو وكده دي doesn't exist، دي كده مش موجودة. اسمع تاني، والاحتمال التالت ده بقى هو منهج الكالكولس كله. ايه قصدك؟ اول درس؟ لا 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 لا، قصدي الكالكولس كله. حضرتك السنة دي في الماثيماتكس بتدرس كالكولس تريجونومتري الجبرا، الكالكولس كله الفرع ده كله في نمبر 3 دي. طيب ركز بقى، اول احتمال ان اجي اعوض يطلع نمبر رقم، وفي الحاله دي هي دي قيمه الليمت، قيمه النهايه زي الاثنين دول اهم، ده طلع 5 يبقى الليمت ب 5 خلاص عادي، دي طلعت 0 يبقى الليمت ب 0. يعني الليمت از اكزيست ولا دازنت اكزيست؟ لا اكزيست، وبكام؟ ب 5 او بزي على حسب المساله موجوده. طيب لو هو فراكشن، المشكله دايما بتكون في الفراكشن، المشكله دايما بتكون في الفراكشن. لو طلع فوق رقم
وتحت زيرو. عارف ده معناه ايه؟ حاجة over zero دي كده اسمها كفر جبري، فكده الليمت doesn't exist خالص. انما لو طلع فوق زيرو وتحت زيرو الليمت موجودة، بس انت لسه ما تعرفش بكام، واحنا عايزين نعرف بقى. ها ما هي دي المصيبة. ايوه هفهمك، استنى بس اخد نفس. خلي بالك الحصة دي انا بفهمك البيزكس بتاعت الليمتس، الحصة الجاية كلها حل 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 حل، كل اللي جاي اصبح مفهوش فهم. ها اصبح الطرق جبرية بحتة مفيش فهم خالص، بس افهم الحتة دي عشان هتفرق معاك في مستقبلك الحياتي، يعني في حياتك عموما. اوكي طيب، يعني ايه ليميت؟ يعني لما الاكس بتقرب ده هيقرب من كام؟ فهنا عادي عوضنا طلعت رقم 5 خلاص. لما الاكس هنا ب1 ده ب5، فده معناه ان الاكس لو قربت من 1 اكيد ده هيقرب من 5، دي بديهيات. لما الاكس هنا ب2 ده ب0، فده معناه ان لما الاكس تقرب من ال2 اكيد ده هيقرب من، اذا كان هي لما هتوصل تبقى 2 وصلت بقت 2، وصلت بقت 2 ده بقى 0، يبقى هي لما بتقرب منه ده كان بيقرب من 0. سبحان الله، فاهم حاجه؟ عارف عامل زي ايه؟ انا فلوسي عماله تزيد 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 تزيد، اول ما فلوسي توصل مليون جنيه اشتري شقه دي، حلو؟ اول ما فلوسي وصلت مليون جنيه اشتريتها. فانت عايز تعرف كل ما فلوسي بتقرب من مليون، تقرب قوي، انا بقرب من انهي شقه؟ من دي، ما انا لما وصلت اشتريتها. يعني انا كل ما بقرب من فلوسي، كل ما فلوسي بتوصل لمليون بقرب من الشقه دي. ما انا نفس الكلام. اوكي المشكله بتبقى في الفراكشن، لو اللي فوق رقم والدينومينيتور زيرو لا ده doesn't exist، دي كده math error. لكن لو اللي فوق زيرو واللي تحت زيرو لا دي exist، والله بنسبه 90% exist. ايه ده؟ هي ممكن ممكن، بس هي exist لو زيرو اوفر زيرو exist. طيب انا هفهمك ليه حالا. بص يا باشا ركز كده، يبقى المشكلة فين؟ ها؟ في الفراكشنز، نوميريتور دينيميناتور، نوميريتور دينيميناتور، نوميريتور دينيميناتور. افتح الكتاب بتاعك هتلاقي كله فراكشنز. ها؟ طيب الحتة دي مهمة. ها؟ لو طلع رقم على طول يبقى الليميت اكزيست بالرقم ده، ودي المباشرة. طيب طلع رقم بس تحت زيرو، دي زي ما انت بتقول عليها math error، انا بقول عليها كفر جبري، كارثة رياضية، فدي كده doesn't exist. The function has no limit. Has no limit. لما الاكس تقرب من الرقم اللي انت بتقول مفيش limit خلاص. ليه؟ ما اللي فوق رقم واللي تحت زيرو. انما لو اللي فوق زيرو واللي تحت زيرو لا دي exist بس انا ما اعرفهاش. اسمها كمية غير معينة. هفهمك. بص كده. ال 3 over 2 ده رقم exist صح؟ ولا ده لا ده exist عادي؟ طيب ال 5 ده رقم exist. بص بقى يا باشا، ال 3 over 2 لو انا ضربت فوق في رقم x مثلا وتحت في x برضو، حقك ولا مش حقك؟ حقك، طالما ضربت فوق وتحت في نفس الحاجه اكس اوفر اكس يكنسلوا بقى، بقت في بيتها خلاص. يعني انت انت كده ما غيرتش حاجه، زي ما كنا بنعمل في السكيلز لما قلت لك اضرب في الكونجيجيت. ها كده في بيتها، حلو. طيب يعني انا من حق اضرب فوق وتحت في نفس الحاجه، استنى بس عشان نتفق اتفاق. انا بمدلك ايدي بهذا الاتفاق، انت متفق معايا ان الرقم ده انا من حق اضرب فوق وتحت في نفس القيمه، طالما هضرب فوق زي ما هضرب تحت بقت في بيتها. ها هضرب فوق في زيرو وتحت في زيرو، 3 ملتبلاي زيرو بزيرو، 2 ملتبلاي زيرو بزيرو. اها شوف سبحان الله سبحان الله، الرقم كان 3 اوفر 2 مظبوط، ضربنا فوق وتحت في نفس الحاجه وصلناه بقى 0 اوفر 0، كميه غير معينه، لكن هي كانت رقم. ها هي كانت رقم اصلا، هي كانت رقم، بس انا ضربت فوق وتحت في زيرو فخليتها 0 اوفر 0. هل دي كده doesn't exist؟ هل دي كده math error؟ لا، الكلام ده لو كان فوق رقم لكن طالما فوق زيرو وتحت زيرو يبقى هو في زيرو اتضرب فوق وتحت، عايزين نكنسلهم يعني هنا مثلا. بص
الفايف دي كأنها 5 over 1. لا مش كأنها ولا حاجة. لا بص اتعلم استمتع. مفهوم الليمت ده ملوش اي علاقة بحل المسائل بس ده ليك انت عشان تستمتع. خلاص بص يا باشا 5 over 1 لو جيت ضربت فوق 0 وتحت في 0 هيبقى 0 over 0. ايه ده؟ طب ما على كده اي رقم اقول اي رقم 2 ماشي والله قلت 2 ماشي. بص ال 2 كانها 2 over 1 هضربها في 0 مش كانها مش كانها لا سوري هي مش كانها 2 هي اصلا 2 over 1 ملتبلاي 0 فوق وملتبلاي حقي ما ضربته فوق ضربته تحت يبقى 0 over 0. يا لهوي ثلاث ارقام مختلفين والثلاثه طلعوا لي 0 over 0 ساحر يا ابن القاشر بيني تلات ارقام مختلفين ومارست حقي في اني اعمل فوق وتحت ملتبلاي نفس الحاجة طلعتها لك 0 over 0. عشان كده يا اصدقائي في عالم الرياضيات ال 0 over 0 ده بيتسمى بالعربي كمية غير معينة. يعني ايه كمية غير معينة؟ يعني يمكن تعيينها بس هي لحد دلوقتي غير معينه. يعني افهمك بص لو انا مش شايف ده دي 0 over 0 يبقى انا ما اعرفش انها كانت اساسا 3 over 2 مش شايف ما كنتش اعرف انها 5 over 1 يعني 5 ما كنتش اعرف انها 2 لو انا مش شايف ده. فلو انا شفت الجزء اليمين بس اسمها كميه غير معينه. طب لو انا قدرت اعرف انها كانت 5 يبقى انا عينتها تم بحمد الله تعيين تلك الكميه التي كانت غير معينه لكن عينتها عشان شاطر فهمت حاجه. طيب واحد يقول لي مستر انا بدات افهم شويه بس مش قوي بس هتفهم قوي اول ما اخلص البوردري. بص الليميت ممكن تطلع رقم عادي خلاص يبقى انا كده جبت النهايه. ممكن تطلع رقم على زيرو لا دي doesn't exist دي كده خلاص سوري 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 مش موجوده. اوكي الحوار كله لما بتطلع 0 over 0 ليه؟ هي دي بقى مهمتك يا بطل. هي دي مهمتك انك تبقى فاهم ازاي تعين الكمية. هو ده موضوع الدرس ده وكل الدروس الجاية في الكالكولس. نسيت اقول لك اني اخلص. اوكي مش هقول لك مش هسيبك تتفاجئ الحصة الجاية. طيب صلى على النبي. والله الموضوع كده. كل مهمتك انا ليه بصوتي بيسرسع. اوكي؟ كل مهمتك يا صديقي هو لما يطلع الفراكشن 0 over 0 ازاي نقدر نعينها ازاي نقدر نطلع الرقم الاصلي. عارف ازاي؟ بهذا القلم الازرق. بص هعمل ايه عشان تعرف ال 0 over 0 دي كان اصلها كام. كان لازم تطلع ال 0 فاكتور اللي فوق وال 0 فاكتور اللي تحت. ايه ده يعني ايه فاكتور؟ مش دي 2 ملتبلاي 0 ال 2 فاكتور وال 0 فاكتور ال 1 فاكتور وال 0 فاكتور. طلعت الفاكتور اوف 0 كنسلهم مع بعض بيو بيو يبقى 2 عرفتها. ها بص كده طلع 0 فاكتور وكنسلهم مع بعض يبقى 0 عرفتها. بص 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 طلع 0 فاكتور من زق بيو بيو. ايه ده سوري انا اسف. والله فهمت والله فهمت اقسم بالله انا فهمت. يبقى انت فهمت. بص تاني دي تمام دي تمام. المشكله لو في فوق 0 وتحت 0 يبقى اللي فوق ده اساسا ايه اساسا حاجه ملتبلاي 0. اصل انت مش فاهم. وهو ازاي اللي فوق ده هيبقى 0 الا لو كان رقم اتضرب في 0؟ ما هو اي حاجه بص يا كابتن اي حاجه ب 0 اكيد اساسا 0 ملتبلاي حاجه. فطالما في فوق 0 يبقى هو 0 ملتبلاي حاجه وطالما في تحت 0 يبقى في تحت 0 ملتبلاي حاجه. انا بقى عايز اخد الزيرو اللي فوق مع الزيرو اللي تحت بيو بيو كانسليشن يتكنسلوا مع بعض فيبقى الحاجه اللي كانت هنا مش ده كان 0 ملتبلاي حاجه فوق وده 0 ملتبلاي حاجه تحت. انا عايز الزيرو من هنا كانسل 0 من هنا فبقى حاجه فوق على حاجه تحت احسبها هيطلع رقم اكزاكتلي صحيح. طيب هو فاضل سؤال واحد. يعني يا مستر دي اتحلت دي اتحلت. المشكلة لو اللي فوق واللي تحت زيرو. طب افرض اللي فوق زيرو واللي تحت رقم ايه؟ اللي فوق زيرو
واللي تحت ده رقم. طب ما زيرو اوفر اي رقم بزيرو يبقى دي زيرو خلاص. في ناس بتحس لو اللي فوق زيرو واللي تحت رقم تقول لك ايه ده احلها ازاي. طب ما خلاص زيرو على اي حاجه بزيرو، يعني مثلا طلع زيرو اوفر وتحت 3، طب ما ده بزيرو يا ابني ده رقم عادي. هي اصلا دي ما فيهاش مشكله، حتى انا مش كاتبها في الاحتمال، هي دي تعتبر في الاحتمال الاولاني، ما دي اصلا ما فيهاش مشكله. زيرو اوفر رقم بزيرو، ها هي المشكله لو العكس، لو 3 اوفر زيرو يبقى دي كده doesn't exist، دي كده مش موجوده. طب مستر هل يمكن تعيينها؟ يعني انا ممكن احاول اكنسل الزيرو اللي فوق مع الزيرو اللي تحت، هو اصلا ما فيش زيرو فوق يبقى مش هينفع. شفت انت جاوبت نفسك وانت بتسال. اوكي خلي بالك انت مش هتفهم حاجه غير لما اجي احل في الفيديو بتاع البروبلمز. بص انا حاسس ان انا عايز اعيد تاني، ايه الزهق ده؟ لما اعيد تاني هعيد. بص يعني ايه ليميت؟ يعني لما الاكس بتقرب من حاجه شوف الحاجه اللي في الليميت، الحاجه اللي في الليميت دي كده، دي كلها كده بتقرب من كام؟ لما الاكس بتقرب من 5. ها طيب الليميت ما بيبقاش فيه مشكله لو انا عوضت فوق طلع رقم وتحت طلع رقم، هقسمهم على بعض يديك النتيجه. المشكله لو اللي تحت زيرو، طب واللي فوق لو رقم الليميت doesn't exist انتهت. انما لو في فوق زيرو وتحت زيرو كده انا عندي امكانيه نظهر فوق الزيرو فاكتور وتحت الزيرو فاكتور، يعني الزيرو ملتبلاي اكس مثلا وهنا ملتبلاي واي، فالزيرو هيكنسل الزيرو هيبقى اكس على واي، يبقى دي الاجابه. فهمت حاجه؟ ازاي بقى اظهر الزيرو فاكتور؟ امسك النومريتور ده فاكتورايز على قد ما تقدر، فاكتورايزيشن اقعد اعمل فاكتورايز فاكتورايز لسه واخدينها في السكيلز، ها تفاكتورايز على قد ما تقدر. هتظهر مش الزيرو فاكتور ده، انت هتظهر كل الفاكتورز الممكنه في العالم، وامسك اللي تحت فاكتورايز على قد ما تقدر، هتظهر كل الفاكتورز الممكنه في العالم. هتلاقي فوق الزيرو فاكتور ظهر، مش بس الزيرو فاكتور، بقول لك كل الفاكتورز ظهرت. يا ابني انت بتعرف تعمل فاكتورايزيشن؟ اسمع تاني، مش انت بتعرف تعمل فاكتورايزيشن؟ اعمل فاكتورايز على قد ما تقدر فوق وفاكتورايز على قد ما تقدر تحت، ظهرت فاكتورز كتير فوق على حسب بقى انت وشطارتك. طالما انت ظهرت كل الفاكتورز، مش اللي فوق اصلا طلع زيرو يبقى اكيد الزيرو فاكتور ظهر، واللي تحت طلع زيرو يبقى اكيد الزيرو فاكتور ظهر، كنسلهم مع بعض. واحد يقول لي وانا اعرف منين ان هو ده الزيرو فاكتور؟ يا اخي حتى لو ما عرفتش، ما انت هتلاقي حاجه فوق زي الحاجه تحت كنسلهم، بس هنعرف عادي سهله يعني. اوكي طيب كل اللي انا قلته ده شايفه جاست ان كيس ان طلع زيرو اوفر زيرو. طب افرض ما طلعش زيرو اوفر زيرو وانا في الاحتمال، خلاص ما تعملش اللي انا قلته اصلا. في ناس مش بتفهم بتحفظ، والله العظيم هقول لك حاجه، هي مش تناكه ومش غرور، لو انت كنت حضرت مع مدرس تاني هتعرف ان هو مش راحش اللي انا قلته ده كله خالص. ده هو اصلا مش هيبدا بالكالكولس، هيبدا بالايه؟ بالتريجونومتري. هتقول لي يا ابن اللعيبه ده انت قصد المستر، والله العظيم ما اقصد مدرس معين، عشان ما اعرفش اصلا المدرسين اللي بتشتغل تانية ثانوي، مش هحور عليك، انا عارف اللي بيشتغلوا ثالثه وعارف بيشتغلوا ازاي، ثانيه انا ما اعرفش، بس دي الماجوريتي بتاعت المدرسين. هيبدا تريجونومتري ساين رول كوساين رول تك تك تفاهه، فتحس ان المدرس شاطر. هو شاطر عادي، ممكن يبقى شاطر جدا، ممكن يبقى اشطر مني يا اخي، مش قصدي، قصدي ان هم في المدرسين دايما يحبوا. ما علينا، لو انت بدات بحد تاني شرح ليميتس اقول لك حاجه، شوف لو حد من اصحابك بياخد مع مدرس تاني هتلاقيه مش فاهم الكلام ده اصلا، هو مش هياخده. هو عنده لو طلع زيرو فور زيرو كنسل زيرو فاكتور من فوق وتحت. طيب صلي بينا على النبي. ركز، كل اللي انا قلته ده just in case، فقط في حالة، بترجمها بالعربي ها، ان فوق وتحت زيرو، فبحاول اجيب الزيرو فاكتور فوق والزيرو عشان اكنسلهم عشان اقدر اجيب الليمت. هي دي المشكلة، يعني هنا المسألة محلولة has limit كذا، هنا محلولة بس هي ملهاش limit doesn't exist، خلاص الموضوع انتهى. هنا هتتحل بس هتاخد مني شوية مجهود. اوكي
طيب تعال نحل دي. بص يا باشا، اول ما تلاقي فراكشن ما تمسكش الكالكوليتر وتقوم معوض. ليه؟ لانك لو عوضت هيطلع ماث ايرور في الاثنين دول، سواء فوق رقم وتحت زيرو او فوق زيرو كده كده في الحالتين هيطلع ماث ايرور. فانا كده مش هبقى عارف هي doesn't exist ولا can be exist، بس انا مش عارف لسه، عايز اعرف زي دي. طب نعمل ايه؟ لا عوض فوق بس، شوف ده بكام، وعوض تحت بس شوف ده بكام. باشا صلى على النبي، لو لقيت فوق زيرو وتحت رقم يبقى خلاص زيرو اوفر رقم بزيرو، خلصانه. لقيت فوق رقم وتحت زيرو يبقى doesn't exist، خلصانه. امتى هتبدا تحل؟ لما يكون زيرو اوفر زيرو. طب لو مش زيرو اوفر زيرو خلاص ما تحلش. يعني بص دي الحاله الوحيده اللي بحل فيها، غير كده هيطلع رقم او doesn't exist، رقم او doesn't exist. تعال نشوف، 0 plus 1 هيطلع 1. من قبل ما اعرف اللي تحت كده كده انا مش هتعب، مش هحاول اطلع الزيرو فاكتور. لو اللي تحت طلع 0 doesn't exist، لو اللي تحت طلع رقم هحسب 1 over الرقم اللي هيطلع تحت واشوف بكام واكتبه. عادي. تعال نشوف الاكس اندس 0، احسب دي على الكالكوليتر 0 minus 2 بنيجاتيف 2 بس، يبقى 1 over negative 2 بنيجاتيف هاف. ايه ده؟ يبقى ده كده has a limit equal negative half. طب تعال نشوف دي، يلا بلاش تعوض كل مرة واحدة، لازم تعوض اللي فوق لوحده واللي تحت لوحده. يلا الاكس اندست 1، 1 سكوير بلس ب 3، 1 ماينس 1 ب 0. دي كده مش هكتب equal بقى، هكتب ان ايه؟ doesn't exist. ايه ده؟ اوكي حد فاهم حاجه؟ ايه اكزيت دي؟ اكزيست. ركز بقى معايا. خلاص امتى بقى هبدا في مساله؟ لما يطلع اللي فوق زيرو وتحت زيرو. الحاجات دي خطيره جدا. طيب تعالى بقى نشوف دي كده مثلا، يلا هعوض عن اللي فوق لوحده وعن اللي تحت لوحده. همسك الكالكوليتر، الاكس هنا تندس تو 5، يلا 5 سكوير هحسب اللي فوق لوحده ماينس 4 ملتبلاي 5 ماينس 5 طلع 0. هحسب اللي تحت، بص كده انا عندي احتمالين، لو اللي تحت رقم 0 اوفر رقم ب 0 خلصت، لو اللي تحت 0 يبقى دي كده ليها حل، بس انا هتعب شويه لحد ما اطلع ال 0 فاكتور. يلا عوض عوض، 5 سكوير ماينس 6 ملتبلاي 5 بلس 5 هتطلع 0. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل كده، طلعت 0 اوفر 0. يلا يا باشا نحل. ايوه يلا يا باشا نحاول نظهر الزيرو فاكتور. اوكي بص يا باشا، مش عايزك توجع دماغك، يعني مش عايزك تقعد تتساءل وتفكر وتسال هو انا ازاي هجيب الزيرو فاكتور من فوق واجيبه. ما تشغلش دماغك يا باشا، امسك اللي فوق. لا اله الا الله، مش انت عايز فاكتور مش انت بتدور على فاكتور هنا وبتدور على نفس الفاكتور هنا؟ يا باشا امسك اللي فوق ده كله اعمل له فاكتورايزيشن على قد ما تقدر، دي لعبتك، ده احنا لسه واخدينها في السكيلز دي خلاص. طيب يلا اعمل ده فاكتورايزيشن ازاي يا مستر؟ اول حاجه فكر فيها الكومن فاكتور، هما ثلاث ترمات، انا بعمل اللي فوق فاكتورايز لوحده، بعد كده هعمل نفس الكلام في اللي تحت صح؟ طيب هما ثلاث ترمات مفيش كومن فاكتور. طيب يبقى قدامك الثلاث طرق التانيين، هل ده ديفرنس بتوين تو سكويرز؟ اللي تو سكويرز، وانا سرسعت صوتي كده ليه؟ ها هل ده ديفرنت بالديفرنس بتوين تو سكويرز؟ لا. تو كيوبس؟ لا. سكند ديجري فانك؟ ايوه سكند ديجري فانكشن، اكس سكوير واكس ورا هات الكالكوليتر، هعمل براكتين اكس واكس وهحل دي على الكالكوليتر مود ايكويشن 3، بس دي بتكالكوليت، فالرقم اللي هيطلع بغير اشارته. طب افرض في دينيميناتور هلزقه في الاكس. يلا سهله قوي، بس المهم ابقى فاهم انا بعمل ايه. ما انا كده كده هخليك تعرف تحل يا باشا، كده كده هتعرف تحل. بص والله العظيم مغرور، والله مغرور ورحمه امي
لا هتعرف تحل وهتقفل الامتحان كمان. اولى وثانيه ثانوي كده كده كلهم بيقفلوا معايا. ايه يعني انت استفدت ايه؟ استفدت ايه بقى؟ اتعلم بقى، اتعلم بقى، مش كل حاجه درجات. اولى وثانيه ثانوي كلهم بيقفلوا اللي بيذاكروا، لو حد ما بيذاكرش اكيد مش هيقفل. هي سحر، مش مهم تعرف تحل، والله العظيم ما مهم الدرجات يا ابني. الدرجات هي طريقه لتقييم التعليم. انا لو خدت التقييم وانا ما اتعلمتش عامل زي اللي خد رخصه وما بيعرفش يسوق ويقول لك انا معايا رخصه وماشي في الشارع كله زي كده. زي انا معايا رخصه. مش قوي يعني، بس ما بعرف. شوف عربيتي، اقول لك حاجه، ابسط حاجه، شوف عربيتي يا باشا. العربيه الحاجه الوحيده اللي سليمه فيها الباب اللي جنبي. العربيه كلها متدشمله، الباب اللي جنبي. عشان هو انا غبي؟ هو انا حمار يعني؟ ما انا معايا رخصه هخبط الباب اللي جنبي، بخبط كل حاجه، لكن الباب اللي جنبي انا شايفه جنبي والله. الباب اللي هنا يا جماعه، الباب اللي الناحيه الثانيه، لو حد هيركب معايا الباب اللي قدامي هنا داخل، داخل قاعد معايا. الباب قاعد معايا، انت متخيل؟ الحاجه الوحيده اللي سليمه يبقى ومعايا رخصه. هو ده بالظبط اللي عايز يجيب درجه ومش عايز يتعلم. على الدرجه يا صديقي هي تقييم لمدى تعليمك. فلو انت ما اتعلمتش وخدت التقييم، تعال نشوف هنعمل فاكتورايزيشن ليه كمان شويه هقول لك، عشان اظهر يديله فاكتور حمار يعني. انا لسه قايل اصلا. طيب مود ايكويشن 5، مود ايكويشن 3 يهبل، دخل كوفيشنتس 1 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5، 1 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5، طلع معايا بوزيتيف 5، اكتب انا هنا نيجاتيف 5، بغير الاشاره، طلع نيجاتيف 1 اكتب بلس 1، عملت اللي فوق فاكتورايز دون. تعالى بقى نمسك اللي تحت، يلا نحاول نعمل اللي تحت فاكتورايزيشن ازاي. امشي على الخطوات اللي انا بقولها، استنى كده. لو ابوك عايز يشوف انا مدرس شاطر ولا لا، جه سالك قال لك انت يلا او انت يا بنت او يا بنت على حسب مستوى الاجتماعي، مش عارف ايه اللي انا بقوله ده. طيب قال لك او قال لك ازاي تقدر تعمل فاكتورايزيشن، هتقول له وريني فانكشن. لا مش لازم يوريك، انت قول له الخطوات اللي بنمشي عليها. بص يا ابويا، اول حاجه انا بدور لو في كومن فاكتور. خلي بالك يا بابا لازم تدور لو في كومن فاكتور او لا، حتى لو هي باينه لا اتاكد. معلش اصل انا بحب اصل اشكك شويه، ماشي؟ طيب مفيش او في، لو في خدوا كومن فاكتور. اصل حاجه غريبه جدا، افرض في كومن فاكتور خده، حاجه غريبه جدا. زي رايح تشتري عيش، عندك عيش؟ اه. هتعمل ايه؟ ما انا عايز. انت بتدور ليه؟ لو في كومن فاكتور خده، دي بديهيات. ايه السؤال ده؟ ماشي؟ طب في او ما فيش وخدناه، في او بعد كده بقى بنشوف difference between two squares، difference او sum between two cubes، second degree function بيبقى فيها x square و x ورقم لوحده. طيب هنيجي هنا، انا خلاص عملت اللي فوق اللي تحت، عايزين نعملها فاكتورايزيشن صح؟ في كومن؟ لا ما فيش كومن فاكتور. طيب difference between square، لا 2 cubes، لا دي second degree فيها x square باينه من شكلها، فهتروح فاتح 2 brackets x و x وتدخلها على الكالكوليتر، الرقم اللي هيطلع غير اشارته، الرقم اللي هيطلع لو فراكشن، لو في denominator خد الدينومينيتور الزقه هنا وحط الرقم بس غير اشارته زي ما انا لسه قايل. طيب مود ايكويشن 5 برضو يا ابني، مود ايكويشن 3، انا بتلخبط سوري. 1 نيجاتيف 6، وسع عينك، ها نيجاتيف 6 5، 1 نيجاتيف 6 5، طلع 5 اكتب انا نيجاتيف 5، طلع 1 اكتب انا نيجاتيف 1. بص كده هو طلع بوزيتيف 1 فانا كتبت نيجاتيف، اعملها معايا الكالكوليتر، اعملها. ها طيب هتلاقي الفاكتور ده هو الفاكتور ده، بيو بيو جامد، كنسلنا الزيرو فاكتور مع الزيرو فاكتور. عرفت منين يا مستر ان ده الزيرو فاكتور؟ اقول لك حاجه، انا ما عرفتش، بس ما هو كنسل بعضه يعني. بص ما هو ده كان سؤالك مستر، هو انا هعرف منين الزيرو فاكتور عشان اكنسله يا ابني؟ ما هو ده اكس بلس 1 ودي اكس ماينس 1، فمش هيكنسلوا بعض، الاثنين دول اللي كنسلوا بعض، فاكيد. وبعدين انا هقول لك هتعرفه منين من غير ما اعمل فاكتورايز اصلا، وهنحتاجها. بس انا بفهمك دلوقتي ان الموضوع انت ليه شاغل دماغك، حاجتين كنسلوا بعض، اللي اتبقى ده عوض وعلى ضمانتي انا، خلاص عوض بقى يلا على ضمانتي يا باشا. يلا الاكس تندس تو 5، 5 بلس 1 ب 6،
5 ماينس 1 ب 4 يعني 3 اوفر 2 بس خلاص جبتها يا ابن اللذينه يا شربيني يا ابن اللعيبه يا ابن الايه كانت طالعه معايا 0 اوفر 0 عرفت تجيبها كقيمه عدديه انت ليه محسسني ان انا عملت سحر ومنبهر قوي بيا عادي يعني انت مفروض تستنتج ده لوحدك استنى هاخد نفس عشان هموت انا فرحان جدا ان احنا جبناها انت فرحان زي مستمتع ما هو بص لا 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 هو فاضل سؤال كمان وهنبدا بقى الحصه ها نبدا خلاص قربت اخلص بص المتعه الحقيقيه في ان انت تستنتج ده لوحدك باشا لو طلع رقم خلاص رقم اوفر زيرو ماث ايرور دازنت اكزيست مفهومه زيرو اوفر زيرو انا فهمتك ان في زيرو فاكتور عايزين نخلص من امه طب ازاي ممكن اظهر فاكتور شفت انا ذكي ازاي مدرس رهيب شرحت لك في السكيلز يعني ايه فاكتور وازاي فاكتورايز وجبت لك هنا قلت لك ان في 0 اوفر 0 وان السبب ان في 0 فوق و0 تحت عايزين نخلص منه يبقى احنا عايزين نخلي اللي فوق يظهر نفسه كفاكتور اوف 0 واللي تحت نفسك فظهرناه عن طريق ان احنا عملنا فاكتورايز عادي خلص الدرس الدرس الاول خلص اقسم بالله وانا اصلا مش هحل كده بس انا بقول لك الدرس الاول خلص بص يا باشا بص مش عارف ايه اللي انا بعمله والله العظيم انا مجنون ماشي عشان انا عارف الانطباع اللي وصل لك يعني لا لا عادي بص بقى والله العظيم انا مش مجنون انا يا حبايبي بضحك عشان انا مبسوط فاهم الموضوع على فكره ممتع انا لو انت مش مستمتع لا خد مع مدرس تاني خد ما تقرفنيش انا تستمتع بص بتفهم مني عادي ايه يعني ما انت هتاخد معايا مدرس هتفهم منه عشان هو مدرس طبيعي يعني يقولك انا مفهم لا ما انت هتفهم من اي مدرس إيه بتعرف تحل مش مشكله ايه يعني بتعرف تحل يعني مستمتع كمل معايا مش مستمتع امشي امشي غور في داهيه انت مش بني ادم انت مش حاسس بقدر المتعه وانت بيو بيو بتكنسل الزيرو فاكتور مع الزيرو فاكتور تجيب يا نهار ابيض مش حاسس بالمتعه دي احلى لحظه في حياتي حسيتها بجد وانا بكنسل الزيرو فاكتور مع الزيرو فاكتور فاضل سؤال واحد وخلاص اقول لك وقف بقى وتعالى نشوف هنحل ازاي ها تعرف منين الزيرو فاكتور من غير ما اعمل فاكتورايزيشن يعني بص اهو من غير ما اعمل فاكتورايزيشن اعرف منين الزيرو فاكتور واحد يقول لي مستر انت هتحور ما هو اكس ماينس 5 ما انا شايفها قبل ما تمسحها وبعدين ما انا ممكن يا ابني ما لا انت لو ما عملتهاش هتعرف منين الزيرو فاكتور من غير ما تفاكتورايز اصلا تعالى كده اوريك حاجه مش الاكس تندس تو 5 يعني انت هتعوض عن الاكس في 5 يعني هتقول ان الاكس ايكوال 5 ودي ده بعكس الساين يبقى الاكس ماينس 5 بزيرو هو ده الزيرو فاكتور يا ابن اللعيب دي فكره عاديه قوي كل الناس عارفاها عادي ايه ده انا لو سالت واحد صاحبي ياخد مع مدرس انا ايوه طبعا هيعرفها ما هو ده الزيرو فاكتور دي بديهيات ما تحسسنيش ان انا ها طيب بص كده يعني لو كانت ليميت لما الاكس تندس تو 7 هتودي دي بعكس الساين يبقى الاكس ماينس 7 هو ده الزيرو فاكتور لو الاكس تندس تو نيجاتيف 1 يبقى الاكس بلس 1 ده الزيرو فاكتور ليه؟ عشان لما تعوض عن الاكس دي بنيجاتيف 1 دي نيجاتيف 1 كده نيجاتيف 1 بلس 1 زيرو ما انت ما هو ده بيقرب من ده فلو وديت ده هناك يبقى الاكس بلس 1 تندس تو ما انت وديت ده هناك فبقى هنا زيرو ولا حاجه خلاص فهمت حاجه نفس الكلام هنا الاكس تندس تو 5 ودي دي هناك يبقى الاكس ماينس 5 ها تندس تو ايه زيرو خلاص وانت سبت حاجه ما انت وديتها كلها هناك موضوع تافه قوي ها حد مش فاهم اللي انا قلته طيب صلي بينا على النبي مستر هو انت ليه عايز تعرف اصلا ان الزيرو فاكتور هو اكس ماينس 5 من قبل ما فاكتورايز
طب ما انا كده كده لما هفاكتورايزيشن هفاكتورايز دي وهفاكتورايز دي هيظهر وهكنسله خلاص وهعوض على ضمانتك يا مستر. لا عايز تعرف من قبل ما تفاكتورايز. لا ده انا ده من ده فضول بس، يعني ده من باب العلم للشيء. يعني انا عرفت الزيرو فاكتور اكس ماينس 5 مجرد فضول، هل هستخدمه؟ اكيد هستخدمه، بس يعني ده مش موضوعنا. يعني انا في مساله زي دي عشان احلها هل يا مستر انا محتاج اعرف الزيرو فاكتور قبل ما احل؟ لا، بس هو انا كده كده بعيني اصلا بعيني وانا باصص هنا عرفت انه اكس ماينس 5 من غير ما اكتب ده. هو انا بصمجي ببصم ما بعرفش امضي؟ ايه يا كابتن؟ لا اله الا الله. تيجي نشوف بقى ها، يلا بينا. بص يا حبايبي، بصوا يا حبايبي، اوكي. دي البورد اللي انا هشرح فيها انواع المسائل كلها اللي هتجيلك في السيشن دي، صلى على النبي. عندك كام فكره ممكن تيجي؟ هما فعليا خمسه، بس الفكره الخمسه هما انا كاتب اربعه بس، الفكره الخمسه هقولها برضو دلوقتي في قبل حصه البروبلمز. طبعا انت عمرك ما هتفهم الحصه غير لما تخلص الحصه كلها وتحل الكلاس ورك وتشوف الفيديو بتاعي وانا بحل الكلاس ورك وتشوف الهوم ورك وتحله، بعد كده هتفهم كويس او انا بعمل ايه. لحد دلوقتي انت مش هتحس بقيمه اللي احنا بنعمله، صلى على النبي. افكار الليميتس اللي احنا هناخدها دلوقتي هم خمس افكار، بس الفكره الخمسه استثنائيه شويه، فخلينا في اربع افكار طبيعيين. اسمح لي افرق لك ما بين كل فكره والتانيه. النوع الاول اللي هو الجزء ده مديك عليه 2 examples، النوع العادي اللي بيسالك الليميت دي بكام ويديك اربع اختيارات، الليميت دي بكام يالا ويديك اربع اختيارات، ده النوع الاول، وده 90% من المسائل وبنحلها كده كده. هتقول لي ايوه يا مستر هلاقي فوق زيرو وتحت زيرو فحاول اظهر الزيرو فاكر، ولا هحلها، هوريك طريقه اسهل بكتير. مش فاضيين للكلام ده، احنا عايزين نتعلم بقى. ها ما ده على فكره، عايز تحلها مانيوال اعمل اللي انت بتقوله ده صح، بس انا ممكن احلها بالكالكوليتر على طول وهعمل كده. ها طيب 90% من المسائل. النوع الثاني انه يديك ليميت بحاجة يديك قيمتها، انا كاتب هنا اي حاجة عشان مش فارق الرقم اللي انت هتحطه يا سيدي، رقم 3 4 نيجاتيف، المهم ان الليمت اكزيست. اقول لك حاجة، مش لازم يديك ليمت، يعني ساعات ممكن يديها لك برقم وانت مش هتستخدم الرقم اللي هو مديهولك، وساعات يقول لك ان الليمت دي از اكزيست، بس كده خلاص الليمت موجودة ويسألك عن قيمة المجهول ايه. ودي نوع تاني اسهل شويه من النوع التالت. ايه ده ولا اسهل من النوع الاول؟ لا النوع الاول ده ادفع حاجه، 90% مسائل الكالكوليتر بتتحل، هوريك دلوقتي ازاي. طيب ركز معايا كده، تاني نوع لما يديك مجهول ويقولك ان الليمت موجوده انت هتعرفه. تالت نوع كي وام طالبهم هما الاتنين، بس مديك ان الليمت موجوده وهي بصرت مديها لك بقى، مديك قيمة الليمت. طب ما النوع الرابع برضو مديك ان الليمت موجودة وبتو وطالب برضو مجهولين. ايوة النوع التالت والرابع نفس السؤال، في مجهولين هو عايزهم، بس الفرق ان النوع التالت بيبقى second degree equation او function، انا اسف function، اوكي. هنا بيبقى root conjugates، هنضرب في conjugate فوق وتحت. ايوة اسمع تاني كده، انا مش بقولك احفظ الافكار، انا هفهمك حالا، انا بس بوريك الفرق ما بينهم. بص يا صديقي انا برغم اني بفهمك كل حاجه، انا بس بقولك الكلام ده دلوقتي عشان تبقى فاهم انا بعمل ايه، برغم ان انا بفهمك كل حاجه الا انك هتلاقيني في الاخر كده ساعات بلخص في الحصه نفسها زي دلوقتي، ساعات بلخص في الريفيجنز احسن، بستنى الريفيجنز والخص عشان تفهم اكتر، اوكي. بلخص الافكار، ده مش معناه ان انا بقولك اعرف الافكار دي ولا انت لازم تفهم كل حاجه، ما انا فهمت، انا عملت اللي عليا. ها وممكن اجيب لك حاجه انا مش شرحتهاش، مش ممكن، هو اكيد، والكويز هجيب لك مش هتلحق تحله اصلا انت انا معلمك بقى، اوكي. طيب هنتكلم في الموضوع ده بعدين على الواتساب. بص يا باشا، اربع ايه؟ اربع انواع. النوع الخامس استثنائي شويه نشوفه لوحده. اربع انواع طبيعيين، اول حاجه بيسالك عن الليمت بكام ودي سهله قوي. تاني نوع بيديك مجهول واحد وما بيدكش الليمت بس يقول لك انها موجوده، مش محتاج الليمت بكام اصلا. طب لو اديها لك يا سيدي كتر خيرك، بس انا ما كنتش محتاجها، اوكي. تالت نوع مجهولين ويديك قيمه الليمت،
ومجهولين، والفرق بس ما بين التالت والرابع ان دي ليه طريقة حل عشان دي سكند ديجري، ودي ليه طريقة عشان دي روت. اوكي طيب نبدأ بقى واحدة واحدة. خد نفس عميق قوي، ارجو ان انت يكون جواك شوق لا نهائي، ها، لان احنا نعرف. يلا اول واحدة. هو بيسألك عن ده هيقترب من كام لما الاكس بتقرب من الثري بالذات. اوكي فانا هعمل حركة حلوة يا جماعة. عوض باي رقم قريب من الثري وخلاص. انا ليه اوجع دماغي وعوض فوق بالثري يطلع زيرو، وعوض تحت بالثري يطلع زيرو، واقعد ادور عن الزيرو فاكتور واجيبهم وبيو بيو ويكنسلوا بعض وعوض على. ايوه احنا ممكن نعمل كده، بس ليه؟ مش انت عايز رقم قريب من الثري؟ احط الاكس ب 2.999. واحد تاني لك. لا مستر ايه معلش، ما تيجي نحطها ب 3.0001. اوكي يبقى خلاص اتفقنا، عايز رقم قريب من اي حاجة هنعوض بالرقم بوينت تلات زيروهات، بعدين حط 1 عشان الحبكة الدرامية. اوكي واحد يقول لك مستر ممكن اعوض ب 3.000 من غير ما احط 1؟ طب ما ده كده بسري يهبل. هزار مدرسين. بص هتعوض بالرقم ده عادي، هنا هيديك رقم قريب، مش انت عوضت برقم قريب من الاكس، هيديك برقم هيديك رقم قريب من الليمت. ايه ده يعني مش هيديني الليمت؟ لا هيديك رقم قريب منها. طب يا مستر انا كنت عايز اعرف الليمت بكام. طب ما انت عندك اربع اختيارات، شوف اقرب. تعال نشوف. بص يلا هنعوض، هعمل فوق 3.0001 minus 3 over 3.0001 square minus 9 طلع 0.16666 بعدين 3. دي كانت 1 over 6 تقريبا. بص كده الرقم ده يا جماعة تقريبا بيساوي 1 over 6، لانك لو عملت دي على الكالكوليتر يطلع 0.1. استنى كده اتاكد. 1.0166667. هتقول لي ايوه مستر بس ده 1666 مش 6 ثانيه لا دي 3. يا ابني انت فاهم غلط، انت كده دخلت في جزء من ديشليون، جزء من 100000. انت عارف يعني ايه جزء؟ يعني الفرق ما بين ان دي 3 وان دي 7 8 ولا اي حاجه اصلا، هو ده تقريبا ده اللي هو 1 over 6. واحد يقول لي طب وانت عشان يا مستر خبير، يا ابن الايه يا مستر، انت عشان عارف ان الرقم ده اصلا شبه ال 1 over 6 يا ابني. وانت لو مش عارف ما هو لا اله الا الله، هو هيديك اربع اختيارات. بص يا كابتن انت مش طلع معاك الرقم ده، ده اللي طلع مني على الكالكوليتر 0.1666. خد اربع ارقام بس زي ما انت عملت. بص مش احنا خدنا 4 بعد البوينت، خد انت كمان 4 بعد البوينت، هيبقى مديك اربع اختيارات 1 over 3 3 over 2 doesn't exist doesn't exist ها 5 1 over 6. انت طلع الرقم بتاع، احسب دي دوس اس دي هيطلع حاجه ثانيه، اس دي هيطلع حاجه ثانيه. اكتب كده 1 over 6 ودوس اس دي اللي هي فوق ديليت على طول. اوكي هيطلع 0.1666 يبقى هي دي اختارها. ها حد فاهم اللي انا بقوله؟ اسمع بقى تاني اللي انا هقوله لك دلوقتي. شفت طريقة التعويض اللي انا بقولها لك دي؟ دي برضو just in case ان اللي فوق زيرو وتحت زيرو. اوعى تعمل الطريقة دي لو يعني بص افرض جات لك مسألة كده limit x tends to 1 وفي تحت x minus 1 وفوق x، لو عوضت برقم قريب من ال1 هتطلع ايه؟ هتطلع دي برقم وهي اصلا doesn't exist. لا ما انت ما تبقاش حمار. واحد يقول لك طب ولازمتها ايه؟ ما تيجي نحلها مانوال. يا سيدي حلها، يا سيدي حلها لك مانوال. اعمل فاكتورايزيشن لدي difference between two square. اصل انا سريع في الحاجات دي x و x 3 و 3 مره positive مره negative. الاكس ماينس 3 بيو هتكنسل، هتبقى فوق ولا حاجه 1 انت كنسلت دي 1 over x plus 3 3 plus 3 ب 6 يبقى 1 over 6. اهي انهي اسهل؟ هتقول لي فاكتور. ايوه بس في حاجات بتبقى زي دي رخمه،
دي لازم تخليها فراكشن واحد، تخليها هاز كومن دينومينيتور، تعمل حرف لا في يونكا زي ما بتقولوا في اعداد وات ايفر. الكلام ده كده كده هشرحه لك في السكيلز في الدروس الجايه، بس انا هنا يعني مفيش داعي للكلام ده، بس انا بس اخد نفسي. لما هنيجي نحل هتفهم اكتر، بس انا عايز اقول لك خد بالك، مساله زي دي مثلا فوق 1 تحت 0 دي كده ايه؟ doesn't exist، مش موجوده. انا مش بقول لك المساله غلط، لا هي مش موجوده، has no limit، ملهاش ليميت، اوكي؟ ماشي. يبقى انا بدخل على المساله، ها؟ عوضت طلع رقم، خلاص؟ جبتها؟ عوضت طلع رقم اوفر زيرو، doesn't exist. امتى بنعوض؟ لما يطلع اللي فوق زيرو واللي تحت زيرو. طب هنا يا مستر لو عوضت هيطلع رقم اوفر زيرو، رقم اوفر زيرو. اعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ هل ده كده doesn't exist؟ لا، الكلام ده لما يكون فراكشن واحد والدينيمينيتور زيرو، انما دي حاجه ماينس حاجه، فكده كده ده مش فراكشن واحد. عشان نحلها مانيوال وانسى الطريقه دي، هنضرب اللي تحت في اللي تحت وده هنا وده هنا، هي سهله عادي، هخليها هاز كومن دينيمينيتور، هحلها لك عادي، بس هي يعني على ايه الكلام ده كله؟ ما في حل اسهل. مش الاكس بتقرب من الفور؟ عوض عن الاكس برقم قريب قوي من الفور، 4.003 زيروهات 1، ده قريب بالفور، عوض بوت ان الاكس بكذا. هل الاكس بكذا؟ لا، الاكس رقم قريب من الفور، طب ما ده قريب من الفور. هتعوض عن الاكس هنا وهنا برقم قريب من الفور، هيطلع لك ليميت قريبه من الليميت الحقيقيه. تيجي نشوف؟ يلا، فراكشن 1 اوفر 4.0001 - 4 - فراكشن تاني 48 اوفر اكس باور 3 4.0001 - 3 - 64. هدوس ايكوال، اداك 0. هو في حاجه غلط؟ حاسس ان في حاجه غلط يعني، بس هنكمل. اوكي 0. فين 0.2499؟ احنا قلنا كم؟ احنا قلنا بناخد اربعة بس، اوكي؟ طيب ده تقريبا ب 0.25 يعني 1 over 4، هتلاقيها في الاختيارات اكيد، اوكي؟ هتقول لي يا مستر وانا يا ابني ما انت هتشوف لما نيجي نحل ما تعرفناش بقى، ما انت غبي يالا، اوكي؟ ما تقلقش، من اصلا دي اسهل حاجة، دي الحاجة الوحيدة اللي هتعرف تحلها، ماشي؟ ودي الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش فكر، مستحيل تلاقي مسألة فيها فكرة، كلها جبر واختصارات، اختصارات. عشان كده انا مش عايز نوجع دماغنا فيها، احنا خلينا في الحاجات المهمة، انما دي يا عوض اتشقلب. حتى لو هتحلها مانيوال هتخليهم كومن دينيمينيتور، هتضرب الاثنين تحت في بعض، وده في ده وده في ده بينهم ماينس، بقى فراكشن واحد، هنفاكتورايز على قد ما نقدر، بيو بيو هنكنسل هنعوض، خلصت. تيجي بقى نشوف تاني طريقة ونفكر ونستنتج ونستمتع مع بعض. يلا، بيقولك ان ليميت ده هو لما الاكس بتقرب من الون is exist، موجود بكام؟ 7 2 4، مش هتفرق، هحلها كده كده من غير ما اعرف كام. هقولك ليه، الاكس تندس تو كام؟ 1. النوميريتور عندك في ايه؟ مجهولة، فانا ما اقدرش اعوض واعرف النوميريتور بكام، كده كده الدينوميريتور عندك ما فيهوش حاجة مجهولة، فاقدر اعوض الاكس بتقرب من الون، 1 - 1 يبقى زيرو، يبقى انا كده عرفت ان الدينوميريتور بكام؟ زيرو. وعرفت ان النوميريتور بكام؟ ايه ده يا مستر ما عرفتش؟ يا مستر ما انا مش هعرف النوميريتور بكام عشان في ايه مجهوله. ما هو بص، ما انت هتعوض ب 1 سكوير 1 سكوير ب 1 بلس a ملتبلاي 1 a بلس 5. انا ما اقدرش اعرف ده بكام لان الايه دي انا ما اعرفهاش. لا انت عارف النوميريتور بكام، اسمع تاني. ما هي دي لعبه حلوه بقى، دي نوع من انواع المسائل. والله العظيم انت عارف النوميريتور ده بكام، فهتعرف تجيب الايه تاني.
انت دلوقتي فوق ما عرفش النوميريتور عشان الاي مجهوله، ماشي. تحت عرفت ان الدينومينيتور زيرو. طب فوق ما عرفش. يا ابني ما اكيد زيرو. ليه؟ لا، ما لو اللي فوق رقم غير الزيرو واللي تحت زيرو هتبقى دي doesn't exist، انما هو بيقول لك exist او مديك انها ب 7 ب 2 مديك يعني في ليميت. يبقى ما ينفعش اللي تحت زيرو واللي فوق رقم. لا اله الا الله، ما هم ثلاث احتمالات في الحياه، ها؟ يطلع رقم بس، يا يطلع رقم اوفر زيرو، وده مش هيحصل لانه لو حصل هو انت بتقول اكزيست او بتديني انها ما هو ده النوع الثاني، ها؟ ثالث واخر حاجه هو ده اللي لازم يحصل، لازم اللي فوق يساوي زيرو. ما هو عشان يبقى في فوق زيرو وتحت زيرو يبقى الليمت موجوده بس ما اعرفش بكام، اكزيست. هقول ثاني، انا ضامن 100% ان ده كده اهو اللي هو 1 بلس اي بلس 5 بزيرو. هتودي دي كده وكده 6 هتوديها بالماينس يبقى الايه بنيجاتيف 6، جبتها وحليت المساله. جامد. عرفت منين ان لما اعوض عن الاكس فوق ب1 يطلع النوميريتور ده زيرو عشان الدينومينيتور بزيرو، وعشان الدينومينيتور بزيرو ما ينفعش اللي فوق يبقى رقم غير الزيرو، لانه لو رقم حاجه اوفر زيرو كفر، يبقى الليمت دي مش موجوده. هتقولي وانت عرفت منين انها موجوده؟ ما هو ما هو قال او ما يعملش كده، يقول لك اهي باي رقم مش فارقه، بس ما تحطش اي رقم هنا عشان لو حطيت اي رقم مش هيطلع صح، يعني هو هيديك الرقم الصح طبعا. انا ما اعرفوش، مش فاكر كام. اوكي استنى بس اريح شويه. ريحت. بص ركز كده. حد عنده مشكله مع تاني نوع؟ ده سهل قوي على فكره، بس انا كنت اتمنى ان انت تكون استنتجت ان دي بزيرو من قبل ما اقول. خلاص تالت نوع سخيف شويه. ليميت لما الاكس تندس تو 2 لده كده اكزيست وبسرتين. اوكي تعرف تعوض عن الاكس فوق ب 2 وتقول لي ده هيطلع كام؟ لا مش هعرف. ليه؟ لو قعدت هنا ب 2 4 بلس 2 كي بلس 2M، ما انا في كي وام مجهولين صح؟ فكده كده اللي فوق مش هعرفه. طيب اللي تحت هنا عوض عن الاكس ب 2 2 ماينس 2 بزيرو، اللي تحت بزيرو. واحد يقول لك بس يبقى اللي فوق كمان، ايوه ما اللي فوق زيرو، اللي فوق مش هتعرف تحلها. ما اللي فوق زيرو، ما زي هنا، ما هو دي بديهيات. ما هو طالما في ليميت ما ينفعش الدينومينيتور يبقى زيرو وفوق رقم. هقول تاني ليه؟ هو انا بتكلم هندي؟ استنى بس استنى. اصل هقول تاني ليه؟ انا يا جماعه تعبت، انا بني ادم. ما ينفعش الدينومينيتور زيرو واللي فوق رقم. ما هو رقم اوفر زيرو تبقى doesn't exist. هنا تحت زيرو يبقى لازم اللي فوق زيرو، فعرفنا نجيب الايه. هنا تحت زيرو يبقى لازم اللي فوق زيرو. بس حتى لو عرفت ان اللي فوق زيرو، ما انت عرفت ان اللي فوق زيرو، مش حتى لو، ما انا عرفت ان اللي فوق زيرو. ده في كي وام مجهولين. طب انا هنا عرفت اجيب الايه عشان معايا ان ده بزيرو. دي كده اسمها ايكويجن فيها مجهول واحد اللي هو الايه، هعرف اجيبه؟ صعب طبعا طبعا اعرف اجيبه. انما دي كده حضرتك فيها كي وام اتنين مجاهيل، مش هعرف اجيبها. عشان كده في خطه هنعملها دلوقتي. هات القلم الازرق 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 في حبر. اوكي بص بقى على الخطه، ركز معايا عشان دي خطه رهيبه. الطريقه دي خلاص فشلت، مش هتنفع، لازم اعمل خطه جديده. الخطه كالاتي، انا عارف ان اللي تحت اكس ماينس 2 اوكي، واللي فوق سكند ديجري فانكشن. لو عملنا له فاكتورايز هيبقى اكس واكس، وكان مفروض ان ابقى عارف دي بكام ودي بكام عشان اعمل له، بس انا مش عارف. طب هتعمل ايه؟ هتجيب الفاكتورز ازاي؟ صلي بينا على النبي بقى. انا ضامن ان على الاقل في فاكتور اكس ماينس 2 اللي هو الزيرو فاكتور. ليه؟
ما هو لازم، مش طلعت رقم يا جدعان، ما تشلوش امي. دي اصعب مسألة في الكالكولاس كلها. ايه دي كده انت جاي من اول حصة؟ ما انا الحصة الجاية هنخلص الكالكولاس كله. انت يا ابني انت احنا فاضيين يا ابني للكلام ده؟ فوق. خلص الحصة الجاية على طول سيشن 2. كالكولاس كله. فاضيين عايزين ننجز يا باش، عايزين نلحق نستمتع. اوكي صلي بينا على النبي. انا عارف انت مخضوض دلوقتي بس اصل حلوه، اصل انت مش فاهم. انت لو ركزت في السكيلز، ركزت في الشرح بتاعي كويس قوي، فهمت دي، شوف الفيديو الجاي بتاع البروبلمز، فهمت كل حاجه، حل خلاص الموضوع انتهى. لا اله الا الله. اقول تاني خطه؟ بص، اولا انا ليه ما عملت ازاي هناك؟ عشان حتى لو انا عارف ان اللي فوق بزيرو، مش حتى لو انا عارف، ما انا عارف ان اللي فوق بزيرو. بس دول مجهولين. هتعوض عن الاكس ب2 وتساوي ده بزيرو، ما ده كده معادله فيها مجهول مش هتتحقق. اقسم بالله ما تحل، لازم يكون عدد المجهول قد عدد المجموع. ها طب انت كده هتعمل ايه؟ هقول لك بقى الخطه، ركز معايا. بص، اللي تحت اكس ماينس 2، اللي فوق عشان هو سكند ديجري فانكشن، وعشان انا فاهم الفاكتورايزيشن، عارف ان دي طالما اكس سكوير بلس كي اكس بلس 2 ام، يعني اكس سكوير بلس اكس، لا مش مهم، ودي اكس سكوير يعني كوفيشنت 1، هتبقى دي اكس واكس، مفيش رقم جنبها كده كده، وحتى لو فيها نعرفه يعني، بس هو مفيش. اوكي حتى لو فيها نعرفه، بس هو طبعا طبيعي طالما دي اكس سكوير ما فيهاش رقم، عارف لو دي هنا 2 يبقى واحد من الاثنين في 2. المهم ان انا عارف ان النوميريتور 2 فاكتورز، وعارف واحد منهم اللي هو الزيرو ما لازم. انت مش فاهم، لو انت مش ضامن 100% ان ده موجود، ان الليمت دي موجوده، طبعا انا محتاج اعرف انها 13، بس حتى لو انا مش عارف هبقى عارف ان في زيرو فاكتور، بس انا هنا محتاج ال 13 عشان اعرف اجيب الفاكتور الثاني. طب الفاكتور الثاني هيبقى اكس بلس ولا ماينس كام؟ ما اعرفش، اعتبر انه بلس اي رقم، اي فاريبل نسميه ايه مثلا، ان، بس اوعى تاخد رمز من هنا، ده كي وام، خد رمز جديد بعيد عنهم، خد مثلا ايه، انا بحب ال، اوعى تاخد كي او ام، يعني افرض دي ان وام، اوعى تاخد ان عشان ما نتلخبطش، معلش يعني الدنيا ما دقتش في الثلاث رموز اللي موجودين، يعني خد رمز جديد، واي زد اف، المهم ما تاخدش نفس الرموز دي. طب انا اخترت ال، انت اخترت، اوكي سوري. بص كده اللي انت عملته ده، عملت فاكتورايز اللي فوق، الفاكتور الاولاني معروف، الفاكتور الثاني مش معروف، سميته ايه؟ اكس، ما هو مش هي دي هتبقى اكس ماينس او بلس حاجه. هتقولي طب انت كده فرضت انها بلس، يعني هي مش هينفع، لا ممكن تبقى ماينس، ما هي ال دي ممكن تطلع في الاخر معاك كده ال ايكوال نيجاتيف 2، تبقى اكس ماينس 2، ما هي ال ممكن تبقى بوزيتيف ممكن تبقى نيجاتيف، ما اعرفش. دي خطه، ركز بقى عشان في البروبلمز بيجي نحل تبقى فاهم الكلام ده، انت هتفتح لها بايدك طبعا. ماشي ماشي، بيو بيو، كده كده لازم يتكنسلوا، يبقى اكس بلس ال ب 13 اللي اتبقت، ما هو هنا 1 والاكس تندس تو 2، يبقى الاكس دي ب 2، واديها بالماينس يبقى ال ب 11. ايه الرقم الغريب ده؟ اوكي طيب 11 خلاص، يبقى انا كده عرفت ان دي 11 بوزيتيف 11، يبقى اكس بلس 11. يبقى كده حضرتك بص ده بقى، بص بقى خلاص هتحل دلوقتي، اكس سكوير بلس كي اكس بلس 2 ام عباره عن 2 فاكتورز، اكس ماينس 2 ودي انا كنت عارفها من البدايه، والاكس بلس 11 دي انا استجدت عليها عرفتها في الاخر. حلو، لو ضربنا دول في بعض هيديك ده، يلا اضرب اكس في اكس باكس سكوير، ماشي، نيجاتيف 2 اكس وبوزيتيف 11 اكس، فاهم حاجه؟ اضرب ده في ده وده في ده تعال نعملها واحده واحده، اضرب الاول في الاول اكس سكوير، الاول في الثاني يبقى بوزيتيف 11 اكس، هنشوف الكلام ده واحنا بنحل كتير ما تقلقش. طيب بعدين بقى الثاني في الاول نيجاتيف 2، وسع عينك، ها نيجاتيف 2 اكس، نيجاتيف 2 في 11 نيجاتيف 22، جمع الاكس سكوير في حاجه تتجمع زيها، لا بلس 11 اكس ماينس 2، بص 11 اكس ماينس 2 اكس يبقى بلس 9 اكس،
minus 22. ده اللي بيساوي x سكوير plus kx plus 2m. مش ده هو هو ده؟ اما انت جبت التو فاكتورز وضربتهم في بعض، ها؟ يبقى الكي بوزيتيف 9. تعال نحلها هنا. جبت الكي، برافو عليك. والبوزيتيف 2m بنيجاتيف 22. بوزيتيف 2m ايكوال نيجاتيف 22. ودي ال2 دي بالديفايدد، يبقى الام بنيجاتيف 11. يا ابن الايه، جامد يا شربيني جامد. ها حلوه صح؟ استنى بس اخد نفسي بقى. ممكن للحظه لو انت مش مركز قوي تحس ان المساله دي صعبه، والله العظيم ما صعبه. وقف الفيديو وانقل المساله كده وحلها تاني بايدك، وكل خطوه انت تعملها بايدك اسال نفسك وانا عملت كده ليه. اوكي اقول لك انا بسرعه الخطه من غير ما ابص على الحل، اهو انا مدريب كتف عشان اعرض ما شاء الله عليا. اوكي طيب ادي المساله. ها الليميت از اكزيست بسرتي، الدينومينيتور لو عوضنا هيطلع زيرو، يبقى لازم النومريتور هيطلع زيرو. طب ما انا عارف. طب خد بقى الاتقل، النومريتور سكند ديجري فانكشن، يعني تو فاكتورز اكس واكس، اكيد الزيرو فاكتور اللي هو عرفت منين ده الزيرو فاكتور؟ من هنا اهو، اكس تندس يبقى اكس ماينس 2 هو الزيرو فاكتور اصلا، ظاهر تحت اهو خلاص، لازم يظهر فوق. يبقى انا ضامن ان الفاكتور الاولاني اكس ماينس 2، الفاكتور الثاني احنا ما نعرفوش، فهخليه اسميه اي حاجه، اسميه ال مثلا، لا تكن حبيس الرموز. اوكي ففرضته اي حاجه، ده لما يكنسل ده يبقى لازم ده الليمت يكون 13. مش احنا كنا بعد ما بنكنسل ونعمل بيو بيو كنت بقول لك اللي يتبقى عوض على ضمانتي، فانت عوضت عن الاكس ب2، يبقى 2 بلس ال هيطلع 13. ما هو ده الليمت يا جماعه، مش هو ده اللي اتبقى؟ انا ما اعرفش ال بكام، بس ده اللي اتبقى. لما اعوض على الاكس ب2 هيطلع ده ب13، يبقى 2 بلس ال، 2 بلس ال ب13، يبقى ال ب11 هتودي 2 بالماينس. عرفت ال بكام، فبقيت عارف ال2 فاكتورز، فاضل تضربهم ترجع للاصل. افهم تاني، ما هو انا لما عرفت ان ال ب2، بص كده انت عرفت، سوري ال ب11، سوري مش عارف ايه ال2 دي. بص مش احنا لما كنا جايين نعمل فاكتورايزيشن كانت اكس ماينس 2 انا ضامنها والتاني سميته ال، طلع ال ب11 بس، يبقى انت عرفت ان ده هو هو ده. الفرق ان ده بس كده مفكوك، هضربهم في بعض واجمع هيطلع ده بيساوي ده ال9 بكي والنيجاتيف 22 ب2m. ها اقول تاني بسرعه الخطه كالاتي، انت بتبقى عارف فاكتور مش عارف التاني، افرضه خلاص هتكنسل تساوي ده بالليمت اللي طلعت، جبت الفاكتور التاني بقى معاك التو فاكتورز، اضربهم في بعض عرفت الاصل. ما انت بقيت عارف التو فاكتورز، عايز انت كافر يالا، ما انت عارف التو فاكتورز، اضربهم في بعض عرفت ده. ها طيب تعال نشوف رابع واحده، هي شبه دي الا ان طريقه الحل مختلفه. بص يا باشا، الليمت لما الاكس تندس تو زيرو لده، الاكس اللي تحت في الدينومينيتور عوض عن الاكس بزيرو، هي اصلا اكس يعني، ها يبقى زيرو، يبقى اللي تحت بزيرو، يبقى انا كده كده واثق ان النومريتور اللي هو روت ده ماينس 3 اكيد بزيرو، وده مش هيضيف لي حاجه. قول لي ليه؟ هقول لك عشان في مجهولين، عارف لو كان مجهول واحد كنت اقول لك هيضيف لك خلاص، لو كان ده ما فيهوش غير ام بس عوض عن الاكس بزيرو هتعرف تجيب الام خلاص، ما فيهوش غير كي بس عوض عن الاكس بزيرو وساوي اللي فوق بزيرو، ما هو اللي فوق لازم يكون بزيرو، ما زي ما عملنا هنا. اصحى للكلام بقى، ها اصحى للكلام. طيب ارجوك ركز معايا، ارجوك ركز معايا، انا عارف ان الموضوع سخيف وانا بادئها بدايه سخيفه، بس ده لمصلحتك مع الوقت يعني، لو ركزت في كده ولما اجي احل في البروبلمز الموضوع هيظبط ان شاء الله، واصلا سهل والله مش سخيف. هنا سهله عشان مجهول واحد، فاللي فوق بزيرو واللي تحت بزيرو، فسوينا اللي فوق بزيرو طبعا كده كده بتعوض على الاكس ب1 فخلاص جبنا ليه. هنا لا، فكان لازم اشوف طريقه، فانا استنتجت بذكائي الفاجر ان في فاكتور هنا بزيرو اللي هو اكس ماينس 2، والتاني فرضته وجبته، فرضته وجبته. طب هنا لا،
ينفع اعوض عن الاكس دي بزيرو. وبعدين واساوي اللي فوق ده بزيرو. وعلى فكرة هتعرف تجيب الكي، هتطلع 9 تقريبا، يعني هتعرف تجيب الكي. ممكن تعمل كده، بس انا عندي طريقة ممكن تجيب لك الاثنين على طول. تيجي نكمل؟ يلا، انت ممكن تعمل اللي انت قلته صح او اللي انا قلته. انا بقى في حاجة مضايقاني، اللي هي مين يا باشا؟ الروت ده. عشان نخلص منه هنضرب. بص، مش هي كده؟ هنضرب فوق وتحت في كونجيجيت الروت ده عشان تخلص من الروت. يبقى روت ام اكس ماينس بلس كي بلس 3، ونفس الكلام تحت عشان تبقى في بيتها لا مؤاخذه. لسه شارحين الكلام ده في السكيلز. يلا اضرب. لما اجي اضرب اللي فوق في اللي فوق، دول كونجيجيتس ليهم فك، الاول سكوير ماينس الثاني سكوير. يلا لما اجي اعمل ده سكوير، هيبقى ام اكس بلس كي من غير الروت ماينس سكوير ده، يعني 9. طيب لما اجي اضرب اللي تحت في اللي تحت، ما لهمش فكه، حطهم وكل واحد في براكت، بس دي اكس مش مستاهله، حط ده في براكت عشان ترمين. روت ام اكس بلس كي بلس 3. لحد هنا في حاجه صعبه؟ لحد هنا في حاجه صعبه خالص؟ انا اصلا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه، انا بديهيات. انا الروت ده بيضايقني. على فكره دايما الروت لما تلاقيه موجود اضرب فوق وتحت في كونجيجيته، الا لو هي مساله بقى عايز يحسب الفعوض على طول وخلاص، رقم قريب خلاص. طيب لحد هنا تمام. عايز تعمل ايه بقى يا مستر؟ نفس اللي انا عملته هنا. طالما انت هنا استنتجت ان الزيرو فاكتور لازم يظهر، هنا لازم تستنتج ان الزيرو فاكتور لازم يظهر. فين الزيرو فاكتور؟ هو الاكس نفسها، لازم الاكس نفسها تظهر فوق وتحت. الاكس هنا كفاكتور ظاهره فوق مش ظاهره، عارف ده معناه ايه؟ ركز بقى فكر فيها انت كده. هتظهر، لازم فوق يبقى فاكتور اكس، بس ده ترم بلس ترم لا ينفعش، لازم فوق تظهر اكس او رقم جنبي، لازم الاكس تظهر. هتقول يا مستر ما هي الاكس اهي. يا ابني وانا بقول لك دور عليها، هي تايهه. لازم الاكس تظهر لوحديها عشان اكنسل الاكس دي مع اكس اللي ما ينفعش. ما ينفعش اكنسل اكس دي مع اكس دي، طالما بينهم ما تبقاش حمار، لازم تبقى فاكتور. حد عارف ده معناه ايه؟ ان ده كده مش موجود، عشان يبقى ام اكس بس، والاكس دي هتكنسل اكس دي. يعني ايه الكي ماينس 9 دي مش موجوده؟ يعني بزيرو. يبقى انا كده عرفت ان الكي ماينس 9 بزيرو. ها ليه؟ ما هو ما ينفعش ده يبقى موجود، عشان يبقى لي فوق ام اكس بس، عشان الاكس تبقى فاكتور. ما هو الكي ده رقم ما فيهوش اكس، وال9 دي رقم، يبقى لازم الاثنين يبقى الكي ب9. يعني تودي ده الناحيه الثانيه، يبقى الكي كده ب9. وهقول لك طريقه ثانيه، يعني همسح واقول لك طريقه ثانيه دلوقتي، بس خلينا نحلب دي. اوكي، دي طريقه ذكيه، دي اذكى. عرفت منين ان ده لازم يتشطب عليه ويتبقى بس ام اكس؟ ما هو لازم يبقى الاكس فاكتور، ودي ما فيهاش اكس، يبقى لازم يغوروا في ده، يكنسلوا بعض، لازم الكي ماينس 9 يكنسل يبقى بزيرو. ها طيب يتبقى ايه؟ يتبقى فوق ام اكس، ما هو ده خلاص اتشطب عليه، على اكس في ده. طيب ده مش موجود، الاكس هتكنسل اكس، يتبقى فوق ام اوفر روت ام اكس بلس كي، واحنا عرفنا ان الكي ب 9 بلس 3. الليمت ده بكام المفروض يطلع؟ 2. ده لما الاكس تندس تو كام؟ تو 0. يبقى ده كده 0. عوض خلاص، خلصت. انا عارف شكلها يخد، بس هي خلصت. اوكي ركز، طبعا لما نيجي نحل هنحل في البروبلمز حاجات زيها بالظبط، فما تقلقش ما تقلق، لو مش فاهم ما تقلقش. اوكي، فوق في ام، تحت في روت 0 بلس 9 هيطلع 3 بلس، هيطلع تحت في الاخر، احسبها على الكالكوليتر، احسب ده كده على الكالكوليتر مكان الاكس، حط 0 واحسب على الكالكوليتر، هيطلع 6. اوكي، ده ب 2، وادي 6 بالمالتبلاي، يبقى الام بكام؟ 6 يبقى 12. جامد، يبقى جبت الكي، جبت الام يا ابن اللعيبه. ها انا عارف والله هي تحسها صعبه، بس عشان تعبت كمان عايز انام. بص كده ممكن احلها تاني بطريقه تانيه هنا،
يمكن تكون اسهل بس انا مش شايفها اسهل. انا شايفهم الاثنين ايكويفالنت يعني. بص تاني. هما النوعين الثلاث انواع دول خلصت كل حياتك لو فهمتهم كويس قوي، بس لازم تفهمه ان شاء الله. زي ما بسطت دي او فصصتها في الاخر، تعال نفصص دي. اوكي، هي ببساطه اول حاجه انا الروت مضايقني كده كده، فضربت في بص لحد ما وصلنا هنا كده، هنا كده الحته دي. اوكي، لحد الحته دي ما كانش فيه مشكله. ليه؟ لان بديهيات انت الكونجيجيت كده كده هيضايقك، سوري الروت كده كده هيضايقك، فكده كده اضرب في كونجيجيته فوق وتحت. خلاص لحد هنا تبدا بقى المساله. زي ما انت هنا استسكيت وقلت ان طالما الاكس تندس تو يعني الاكس ماينس 2 هو زيرو فاكتور، يبقى لازم يظهر فوق وكنسلته، صح؟ نفس الكلام، لازم الاكس تكون فاكتور، فلازم الكي ماينس 9 دول يكونوا مش موجودين، فشلتهم سويتهم بزيرو، اتبقى ام اكس على اكس في البراك ده، كنسلت الاكس مع الاكس بيو بيو، كنسلت الزيرو فاكتور، عوض بقى على ضمانتي، يبقى ام على 6 ب 2، جبت الام. حلها لوحدك هتلاقيها سهله على فكره. لازم دلوقتي بعد ما اخلص انا البورد دي توقف وتحل الثلاثه دول، الثلاثه دول بايدك تاني من الاول. لازم واحد يقول لي يا مستر احنا بنرضع المساله، هو احنا هنحفظ؟ لا، انت لما تحلها بايدك هتدركها اكتر، ها صدقني هتفرق معاك. لازم تحلها بايدك، هتحس انك مش فاهمها اول ما تحلها بايدك، وتقف تروح فاتح الفيديو تاني وتفتكر وتحل، هتلاقي نفسك فهمتها 100% بعد كده صدقني. اسمع بس كلامي. طيب بص الطريقه الثانيه، مش احنا عارفين ان روت لو عوضنا عن الاكس هنا بزيرو لازم النوميريتور ده بيطلع بزيرو زي ما عملنا هنا؟ مش انت عارف ان طالما الدينوميريتور بزيرو يبقى لازم النوميريتور بزيرو؟ عوض عن الاكس دي بزيرو عشان الاكس انت زيرو. اوكي، هيبقى زيرو بلس كي تحت الروت يعني ماينس 3، لازم ده بزيرو، ده النوميريتور، يبقى روت كي ماينس 3 بزيرو، ودي دي بالبوزيتيف، يبقى روت كي بوزيتيف 3، الروت دي تروح هناك سكوير، يبقى الكي بكام؟ 9. يبقى انت كده عرفت الكي، يبقى المسألة أصبحت روت ام اكس بلس 9 ماينس 3 اوفر اكس. في حاجة صعبة كده؟ عرفنا الكي، بس برضو هضطر اعمل نفس الكلام، هضرب فوق وتحت في الكونجيجيت، هتوصل معاك ام اكس بلس الكي اللي هي بناين احنا جبناها خلاص ماينس 9 اوفر اكس في روت ام اكس بلس كي اللي هي 9 بلس 3. فالناين هتكنسل الناين، مش انت اللي هتستنتجها، يعني انت اصلا كان مفروض تستنتجها بس انت خلاص مش هتستنتجها لان انت جبتها. يعني لو بالنسبه لك الحته دي كانت صعبه، اديك بالطريقه اللي انا قلتها دي شبه دي كده جبت الكيس استنتجتها سوري ما استنتجتهاش، عرفتها لوحدك. يبقى بس خلاص، ما هو ده كنسل ده، يبقى فوق ام اكس الاكس هتكنسل الاكس دي بيو بيو، ما هو ده فاكتور وده فاكتور، ها هيبقى ده عوض عن الاكس بزيرو يبقى ده خلاص زيرو، هيبقى ام فوق ما الاكس اتكنسلت روت 9 ب 3 بلس 3 يعني 6، ده الليمت ب 2، يبقى الايه؟ هتقول لي الثانيه اسهل، لا الاثنين زي بعض بالظبط، الاثنين المفروض ابقى فاهمهم، لان انا ما يهمنيش اتعلم احل المساله، لا انا يهمني اتعلم منها، اتعلم من المساله، ها؟ طيب صلي بينا على النبي. كده انت فهمت الاربع طرق الاساسيه، الاولى دي تعويض كده كده هنحل عليها دلوقتي، ودول هنحل عليهم تاني في البروبلمز، بس ارجوك افهم وتعلم ليك. ها في حاجه صعبه تقريبا، بس انت لما تحلهم لوحدك مش هتلاقيهم صعبين. تعال نشوف خامس واخر فكره ونبدا بقى نحل ونفهم بجد، يعني انت لما هتحل لما اجي في الفيديو بتاع البروبلمز هتلاقي الموضوع بقى بسيط قوي ان شاء الله. ها بص يا باشا، دي الفكرة دي هي الفكرة الأخيرة اللي ممكن تجيلك، الباقي كله بقى استنتاجات شخصية وتفكير. يعني هل أنا كده أجزم إن البروبلمز الكلاس وورك الهوم وورك مش هيبقى فيه أفكار جديدة؟ الكويز الورك شوب شيت اللي في آخر الشهر لا هيبقى فيه أفكار جديدة، بس كلها معتمدة على إنك تكون فاهم. صلي بينا على النبي، تعالى نشوف دي كده. هنا هو مديك ليميت كاملة جاهزة،
بس بيقول لك ان الليمت لما الاكس تندس تو لان اوف اكس، ايه الان اوف اكس دي؟ حاجه مجهوله كانها ان، يعني هو لو كتب ان بس مش فارقه. خلاص يا جماعه الان دي ممكن تبقى، بص كده الان اوف اكس دي ممكن تبقى اي فانكشن، يعني هو انا لو كتبت ان بس كده عادي، كده بس عادي، بس عادي مش فارقه. اوكي الان اوف اكس دي ممكن تبقى مثلا ب 3 اكس سكوير بلس 5، ممكن تبقى اوفر 2 فانكشن، فاهم حاجه؟ دي اسمها فانكشن. اوكي ماشي. ها يا مستر عايز ايه بقى دلوقتي؟ هو مديك الليمت وفي ان، بس الان مش رمز، مش كونستانت، مش رقم، ده فانكشن. ايه الفرق؟ يعني لو يعني بص، هو لو كان كتب ان كده بس ما كانش هيبقى غلط، بس كده هو ما بين لكش ان الان دي حاجات فيها اكس زي ما انا كنت كاتب هنا كده، بين اكتر ان الان كونستانت رقم ثابت، لكن لا هي هي حاجات فيها اكس. اوكي طيب ها طلب الفانكشن اللي فيها ان اوف اكس. طب انا احسب دي ازاي؟ هو المفروض يطلب ليميت، يعني انا كاتبها غلط. اوكي فايند ليميت لما الاكس تندس تو 2. واحد يقول لي مستر هو انا عشان احسب دي محتاج اعوض فوق عن الاكس ب 2 او رقم قريب منها وتحت عن الاكس ب 2 او رقم قريب، على حسب يعني، ممكن نعملها مانوال بالفاكتورايزيشن او نعوض، بس دي مش دي المشكله. انا اصلا ما اعرفش الان اوف اكس دي بكام. هاتها عادي جدا على فكره، سهله. بص اهو اعمل كروس مالتيبليكيشن، ده اوفر 1 كروس مالتيبليكيشن، فيبقى ده اللي هو n of x minus 8 equal 7 تتضرب في ده، فاهم حاجة؟ طيب لما اضرب 7 في ده كروس مالتيبليكيشن يا جماعة. اوكي كنت اشرحها في السكيلز بقى ماشي. طب ال 7 لما تتضرب في ده عبارة عن ترمين، ال 7 تتضرب في دي ولا في دي؟ تتوزع، فتبقى 7x minus 14. ها في مشكلة؟ طيب وديني بقى ال 8 دي بالبوزيتيف، يبقى انا كده عرفت ان n of x equal 7x في هنا minus 14 plus 8 يبقى minus 6. لا معلش هتأكد بس عشان انا راجل شكاك، minus 14 plus 8 ب 6 negative 6. اوكي بس خلاص تعالى بقى هنا حضرتك، يبقى ده هو كده اللي عايزه، عبارة عن 2x square minus n of x. خد بالك اختصارات رهيبة، ماينس الان والان زي ما انت شايف عباره عن ترمين، يبقى الماينس يتوزع. ها ما هو عايز ماينس الان، والان ذنبها ايه؟ انها ترمين، الماينس يتوزع، تبقى ماينس 7x بلس 6 كل ده اوفر x ماينس 2. ها خلاص جبت مساله. ايه ده انت لسه ما حلتهاش؟ لا ده انا جبتها، تعالى بقى نحلها. شوف الصعوبة هنا ان انا اجي ادي مسألة هي ليميت لما الاكس تندس تو اهي. عايز بقى تحلها ازاي؟ تعالى الاول نجرب نعوض، لازم اتاكد ان اللي فوق زيرو واللي تحت زيرو. عوض فوق هتلاقي زيرو، عوض تحت هتلاقي زيرو. عندك حل من الاثنين، يا تاخد رقم قريب من ال2 2.000 ثلاث زيروهات واحد 0001 اوكي، وتشوف هيطلع كام وهتعرفها، وممكن اعملها مانيوال. الزيرو فاكتور ظاهر تحت، فوق دي سكند ديجري فانكشن، هعمل اكس واكس مود ايكويشن 3 كده كده، طالما دي 2 يبقى في واحده فيها فيهم 2، واحده فيهم فيها 2، واحده اكس وواحده 2 اكس. هنشوف احنا كده كده انا مالي، 2 نيجاتيف 7 6 تطلع بوزيتيف 2، يبقى دي نيجاتيف 2. ايه ده هي طلعت بوزيتيف 2؟ ايوه ما انا بغير اشاره. تطلع 3 اوفر 2، ال 2 اللي في الدينومينيتور تتضرب هنا تلزق في الاكس، وال 3 تبقى نيجاتيف 3، دي هتكنسل دي يتبقى ده، عوض على ضمانة الاكس ب 2 يبقى 4 ماينس 3 يبقى 1، يبقى الاجابه 1. ها دي مساله كده، النوع ده يا جماعه تافه، بيديك فانكشن كروس ما بتجيبها. عشان كده بقول لك هو ملوش علاقه باللي فات، اللي فات كان محتاج واحد فاهم. طب ده لا مش محتاج واحد على فكره، هنا مفيش اي حاجه تستاهل انك تكون فاهم. ما قلتش حاجه جبر. ها مع الوقت انت ممكن تحس الكلام ده صعب في الاول، بس دايما يا جماعه اول حصه بصوا، قلت من شويه ان المدرسين عاده بيبداوا بالتريجنومتري
او بالفانكشن، يقعد يقول لك تعرف منين دي فانكشن، يرسمها لك حاجات سهله. طب ليه اللي هي الالجبرا يعني؟ ليه انا بادئ بحاجه الى حد ما فيها شغل؟ ده سيستم يعني، انا مش احسن منهم وهم مش احسن مني، ده سيستم. انا بحب ابدا كده وهو بيحب يبدا كده، سيستم نظام. اوكي، بعض الطرق يعني، بصوا الموضوع ليه بعدين. البعد الاولاني ان هم بيعتبروا ان انا لما ابدا بحاجه سهله كده انا بثبت نفسي قدام الناس، ببين ان انا جامد. ده مش غلط، مش عيب. تاني حاجه وده معاهم حق فيه شويه، ان انت في اول حصه بتبقى جاي كده اللي هو لسه ايه، زي البيبي اللي بيفتح عينيه، فمش منطقي ابدا ان انا اجي افتح عينيا تقعد تقول لي طالما اللي تحت زيرو واللي فوق زيرو، قصص حزينه. لا يا عمي، انا عايز الساين رول، ده على ساين ده بيساوي ده على ساين ده، وال100 الترانجل كله 180. فاوكي هتعمل ايه دلوقتي؟ تقفل الفيديو ده خلاص، ترتاح شويه مش كتير، تفتح فيديو البروبلمز، تبدا بقى تعرف تحل. اوكي، يبقى انت لازم تشوف فيديو البروبلمز. باي باي.